بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم شباب. معكم احمد سلامه. هنكمل السي سي ان 200301. احنا لسه في الاكسس كنترول ليست كونسبت. حاجه تانية بقى عايز اكلمك عليها. احنا خلاص فهمنا ان في نوعين من الاكسس كنترول ليست، ستاندرد واكستندد. طيب بصوا شباب، الفرق الجوهري بين الستاندرد والاكستندد ان انت لما هتكريت لسته دلوقتي، حطيت سطر الثاني الثالث الرابع، حضرتك عايز تمسح سطر من السطور اللي انت كتبتها في الستاندرد، تمام؟ في الستاندرد نمبرنج عامة، تمام؟ أنا بتكلم على الفرق، أنا آسف، بين النمبرنج والنيمنج. إحنا عارفين الفرق بين الستاندرد والإكستندنج، بتكلم فرق عن النمبرنج والنيمنج. طيب لو أنا شغال بالنمبرنج، الستاندرد بتكون من 1 ل 99. لو اخترت من 1 ل 99 يبقى أنا اخترت كده ستاندرد أكسس كنترول ليست، ولو اخترت من 100 ل 199 يبقى أنت كده اخترت إكستندد أكسس كنترول ليست. طيب النمبرنج السطور بعد ما حضرتك هتكتبها وغلطت في سطر او حاجه وحبيت تمسحه، الستاندرد النمبرد او الاكستندد النمبرد ما بتسمحش شباب ان انت تمسح سطر بعينه، تمام؟ بتضطر حضرتك تمسح الليسته كلها وتكريتها من جديد، خلاص؟ ولكن النيمنج بتسمح لك ان انت ممكن تمسح سطر وترجع تكمل الليسته تانية، تمام؟ ولكن ما تقدرش ايضا تمسح سطر من النص. يعني انت لو كتبت 20 سطر وعايز تمسح السطر رقم 10، لا مش هينفع، لازم تمسح ال10 سطور دول الاول، بعد كده ترجع تمسح السطر رقم 10، تمام؟ فبكل بساطه حضرتك لازم تبقى مركز جدا وانت بتعمل الاكسس كنترول ليست، والليسته بتاعتك تكون مرتبه على ورق الاول قبل ما حضرتك تبتدي تطبقها على الراوتر بتاعك، تمام؟ لان الغلطه فيها يعتبر بفوره هتكلفك كتير وقت ومجهود، فلازم تحتاج تركيز. طيب الفكره بقى هنا، الاكسس كنترول لسه شباب هتتحط فين على الراوتر، تمام؟ الليسته دي بتتكريت على الجلوبال كونفيجريشن، خلاص؟ ولكن بعد ما بتكريت الليسته انت محتاج تقول للراوتر يستقبلها. هيستقبلها فين بقى؟ عندي نوعين من المسارات. الداتا وهي ماشيه كده شباب داخله للراوتر، تمام؟ يبقى اسم الداتا دي ان او انباوند ترافيك، تمام؟ طيب لو هي دخلت الراوتر وحصل عليها البروسيس وخارجه، يبقى كده اصبحت اوت. يبقى اذا على الانترفيس ديت بالنسبه لي اللوكال بتاعي، انا بتكلم على الداتا لو جايه لي من المسار ده، تمام؟ يبقى انا عايز اسمح او امنع داتا جايه لي من المسار ده ورايحه داخله على الانترفيس ده، وانا حطيت الاكسس كنترول ليست على الانترفيس ده، او عايز امنعها اول ما توصل للانترفيس ده، هيبقى كده نوع الاكسس كنترول ليست ديت انباوند او ان، تمام؟ طيب لو انا هسيبها تخرج او هستناها لما يحصل عليها الراوتنج بروسيس وهتخرج من الراوتر بتاعي، هحطها على الانترفيس دوت، هيبقى اسمها اوت، تمام؟ ده في حاله ان مسار الداتا جاي كده. طيب لو الداتا جايه لي من الوان، لو الداتا جايه لي من السيرفر ده وداخله لي الراوتر هنا، يبقى انا لو انا بتكلم مع الوان والداتا داخله من هنا، يبقى هحط الاكسس كنترول ليست هنا ان، همنعها وهي داخله لي من فتحه الوان. لو سبتها تعمل بروسيس وهسيبها تخرج لي، يبقى مسار الداتا خارج كده، هيبقى هنا شباب في الحاله دي اوت على الانترفيس ده. يبقى اذا انا عندي نوعين من استقبال الترافيك في الاكسس كنترول ليست، يا اما بتتحط ان انباوند او اوت باوند. طيب انا هختار ازاي يا شباب الكلام ده؟ انا دلوقتي عايز امنع الجهاز ده ان هو يكلم السيرفر ده، تمام؟ وكريت الاكسس كنترول ليست بتاعتي خلاص، وقلت له ان الجهاز ده لو رايح يكلم السيرفر ده فاكسس كنترول ليست 1 امنعه، اعمل له ديناي. طيب وانا دلوقتي الترافيك بتاعي خارج كده شباب، اطبقها على الانترفيس ده ولا على الانترفيس ده؟ هل انا هستنى الترافيك لما يعدي على الراوتر ويتعمل الراوتنج بروسيس ويخرج، ولا اول ما يوصل، اول ما توصل الداتا للفتحه ديت اقول له لا امنع الراجل ده ما تعدهوش، وهو ده الصح؟ يبقى هنا هتطبق ان، تمام؟ لو انت عايز تستنى البروسيس تحصل ويكمل وهو خارج من الوان امنعه، يبقى انا هطبقها اوت. هي دي كده شباب الفكره بكل بساطه، تمام؟ ودول نوعين الترافيك اللي الاكسس كنترول ليست بيعملهم. بس انا عايز اوضح لك حاجه احنا بنستخدمها في الريل لايف. طيب خلينا نقول ان دي لان ودي وان، تمام؟
وده كده الاكسس كنترول ليست او الفاير وول بتاعي. طيب وفي ناس جايه لي من بره، في شويه اجهزه جايه لي من بره تكلم السيرفر بتاعي، تمام؟ هحط الاكسس كنترول ليست بتاعتي في الحاله ديت على الفتحه بتاعت الوان، هاجي احطها هنا اقول له لو في حد جاي لك من بره اول ما يجي على فتحه الوان هنا عايز يكلم السيرفر امنعه، ولا هستناه لما يخش الراوتر عندي وهو خارج من الشبكه الداخليه همنعه شباب. طبعا بكل بساطه الراجل ده اول ما يجي لي انا ما يهمنيش هو عدى على كام راوتر ولا عمل راوتنج بروسيس ولا وات ايفر، لا انا بتكلم عن مستوى الراوتر بتاع اللوكال. يبقى وهو داخل لي هنا، يبقى وهي الداتا وهو الترافيك جاي من الوان ان داخل للراوتر بتاعي انا همنعه شباب، هطبق الاكسس كنترول ليست هنا. طيب ولو العكس، سيناريو العكس ان انا عايز اسمح او امنع داتا من الشبكه الداخليه بتاعتي هطبقها ان هنا شباب، تمام؟ طيب يبقى كده اتمنى شباب ان الفكره بتاعت الاكسس كنترول ليست كده تكون وصلت لك. احنا كده لمينا كل الجوانب بتاعتها، عايزين بقى نعمل شويه تطبيقات عمليه توضح لنا الفكره. لو انا عايز امنع هوست اسمح لهوست، امنع شبكه اسمح لشبكه، اتكلم سيرفر ببورت نمبر معين امنعه ببورت واسمح له على بورت وامنعه على بورت تاني وما الى ذلك، هنعمل بقى شويه تطبيقات عمليه في الفيديوهات اللي جايه. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.